بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى، عيد سعيد علينا جميعا. ونكمل مع بعض تفسير سفر يشوع ابن سيراح الإصحاح الأول. هناخد الآيات من 27 لغاية الآية 32. يقول: مخافة الرب تنقي من الخطية. يعني الواحد اللي هو عايش بفكرة الله طول النهار أو كل يوم أو محافظ على فكره الروحي دايما بلا شك بيبقى قلبه برضه نقي، يعني بيبقى قلبه ماشي في خط متوازي مع فكره الروحي ومع فكره اللي مليان بمحبة الله ومليان بالمخافة الإلهية ومليان كمان بمحبة وصية ربنا. يعني بمعنى أصح، الإنسان اللي عايش في جو روحي تلاقي قلبه برضه نقي من الخطية، وتحت أي ظروف وتحت أي مواقف، بما إن هو في قلبه مخافة ربنا يبقى حياته ما بتتأثرش بالمواقف الصعبة اللي بتمر عليه أو بتمر في حياته أو بتعترض يعني مسيرة حياته. إحنا لو تأملنا موقف أبونا إبراهيم من لوط ابن أخوه، يعني لوط ابن أخوه جرح عمه إبراهيم في إن هو أراد إن هو ينفصل، وبعدين أبونا إبراهيم قال له إحنا مش عايزين نتخاصم وإحنا نعتبر إخوات، فأنت شوف تعمل إيه. فقعد يدور بعينه كده، عينه تلف جميع الدايرة اللي هم فيها، فقال أنا عاوز أستقل في المكان الفلاني ده. كان مكان فيه مرعى كتير وفيه خضرة كتير ويعني فيه شكل من أشكال الحياة المريحة المتوفرة، غير أبونا إبراهيم تقريبا كان عايش في مكان يعتبر شبه صحراوي يعني أو شبه رملي. فأبونا إبراهيم قال له: ماله؟ أنا مش هعترض على اختيارك، مش هعترض على اختيارك. هو فعلا اختار المكان الخصب ده، كان مكان سد ومعمورة. يعني هل احنا ممكن نحكم على يعني الموقف او نتيجة الموقف ده عند ابونا ابراهيم، نقول مثلا كان صعبان عليه نفسه من لوط ان هو يسيبه، لان اصل لوط ابن اخوه ده اخده معاه وهو كان شاب صغير من منطقة اور الكلدانيين اللي هم خرجوا من هناك يعني في الشمال من العراق. طبعا صوت ربنا قال لابونا ابراهيم: اترك ارضك وعشيرتك وتعالى الى الارض التي اريك اياها، اللي هي ارض كنعان. فاخذ معاه لوط ابن اخوه وخاف عليه. طب كويس، وقعد يرعى فيه وقعد يكبر له في المعيشه بتاعته، كان من اغنام من مواشي الحاجات اللي كان بيرعاها عشان يبقى اكثر يعني ايه اعتماديه على نفسه ويكون نفسه وكل الحاجات دي. وبعدين يجي في الآخر كان في مشاكلة ما بين الغلمان بتوع أبونا إبراهيم والغلمان بتوع إيه دول بخصوص المرعى يعني. لكن كان من المفترض إن أبونا إن هو لوط يعني يجمع أكتر مما يفرق. فقال لأبونا إبراهيم: أشوف مكان تاني. قال له: لا، إحنا ما نتخاصمش، لأن إحنا نعتبر إخوات، أنت ابن أخويا، وفي العرف يعتبر إخوات يعني يقول على بعضهم إخوات يعني. فهو اختار لوط بقى، اختار المكان اللي هو يعتبر سدوم وعمور للأسف يعني شديد. وبعدين طيب حصل بقى إن في 5 ملوك راحوا عملوا غارة على المناطق اللي فيها أبونا لوط وأسر لوط، يعني أخدوه أسير حرب. تصوروا أبونا إبراهيم ما يخلصوش الموضوع ده، لكن ياخد الغلمان بتوعته وكتار بقى جماعة كلهم راح وراهم.
وخلص لوط منهم ورجع بيه. يعني مش معنى كده ان قلبه يتغير من ناحيته، لا، يقول لك مخافة الرب تنقي القلب، تخليه دايما نظيف كده. بدل انت مع ربنا وضميرك مع ربنا دايما ما يتغيرش خالص، لان قلبك بقى نقي ما يتأثرش حتى لو في يعني شيء من الزعل من اللي قدامك او اللي قدامك عمل غلط، لكن برضه قلبك يصير او يثبت في نقاء مجاه الاخرين. مخافة الرب تنقي القلب. يشوع بسيراخ بيتكلم عن القلب كمركز، اما ان يكون مركز لله واما ان يكون مركزا للعالم ومشاغل العالم واخطاء العالم وظلمة العالم. حتى السيد المسيح قال كده، لا احد يستطيع ان يخدم سيدين، اما الله او العالم. فعند الواحد بيختار، الواحد بيختار، بيختار ازاي؟ بعقله وميوله. ايه الميول؟ اللي هي القلب. يعني لما نقول فلان ده قلبه مع ربنا، يعني ميوله ومشاعره وفكره مع الله. فهنا يشوع بسيراخ بيجيب سيرة ان القلب بطريقة غير مباشرة من ناحية النقاوة او عدم النقاوة. يقول لك مخافة الرب تنقي من الخطية. يعني هتنقي من الخطية ازاي؟ يعني تنقي القلب. طب ما هو القلب؟ الميول والرغبات والافكار. ولذلك السيد المسيح يقول يا ابني اعطني قلبك، لأن هو كناية عن الميول والأفكار والرغبات والمشاعر. يعني خليها مكرسة لربنا. احنا لما بنجيب سيرة كلمة تكريس، الناس بتفكر ان احنا بنتكلم عن الرهبان، عن المكرسين، المكرسات. لا، ما هو ايا كان وضعك في الدنيا، لكن ده شيء ضروري وملزم انك انت تكرس قلبك لله ولا تجمع ما بين السيدين الله والعالم، اما الله واما العالم. فهنا ربنا يسوع المسيح بيقول لنا اديني قلبك، كرسه ليا، ولتلاحظ عيناك طرقي، علشان يبقى القلب متحافظ عليه. لأن العين لو بصت ناحية هنا ولا هنا، مش على الطريق، هتزوق. بنلاقي إن في سفر اللاويين آية جميلة جدا، يمكن تنطبق على القصة بتاعت أبونا إبراهيم ولوط وعلاقتهم ببعض، وحب أبونا إبراهيم الدايم لابن أخوه لوط. الآية تقول لا تبغض أخاك في قلبك، لا تبغض أخاك في قلبك، لأن ده معناها أن مخافة الرب بتنسحب أو بتنقشع منك، لا قدر الله. يعني ده أمر وحش وخطير لما مخافة ربنا تنقشع من قلب الواحد. ده ممكن واحد يقتل النفس اللي قدامه، لأن أصله إيه؟ مفيش مخافة. يعني أبونا قايين، إيه اللي وصله إنه يقتل أخوه قايين؟ لأن مخافة الرب انقشعت منه، ده رد على ربنا. يعني ربنا لما قال له يا قايين أين أخوك هابيل؟ قال له أحارس أنا لأخي؟ شوفوا البجاحة، لأن مخافة ربنا انقشعت منه. وأنا عشان كده بقول لكم ده أمر خطير، أن مخافة الله تنقشع مننا، يعني تنسحب. أمر خطير ده، ممكن يؤدي أن الإنسان يضر أخوه ضرر واضح ومقصود، يعني يضر ضرر بالغ، لأن أصله ربنا غاب عن الإنسان. إنما الأب طوبيا اللي هو ابنه اسمه طوبيا، تعرفين في سفر من أسفار كتاب مقدس بس تم حذفها من قبل الكنيسة البروتستانتية في أواخر القرن 19 لأنهم ابتدوا يطبعوا من الكتاب المقدس، وبناء أيضا على الترجمة السبعينية اللي ما كانش الآباء بتوع الترجمة السبعينية الكتاب المقدس ما أدركوش الأسفار السبعة ديت، فيها من ضمنها سفر طوبيا.
لكن سفر طوبيا قانوني، هو كمان 6 أصحاح تانيين زي تتمة دانيال وأستير ويهودات، وأيضا منها سفر طوبيا. بيقول إيه الأب طوبيا لابنه؟ وأنت فليكن الله في قلبك جميع أيام حياتك. بيديله نصيحة هي بصوت ربنا فعلا يا أحبائي، اللي قالها مين؟ أبونا أشعياء، أسف، يشوع بن سيراخ. بيقول مخافة الرب تنقي من الخطية. فبقول له يا ابني خلي ربنا في قلبك كل أيام حياتك. وسليمان الحكيم في الأمثال 3 يقول لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبها على لوح قلبك. يعني القلب ده هو المركز، هو دايما مركز الكلام عند ربنا في الكتاب المقدس للإنسان، حتى في العهد الجديد زي ما قلت المسيح بيتكلم دايما عن القلب، يقول لك كمان من فضلة القلب يتكلم اللسان. فقلب الإنسان اللي احنا فسرناه بأن هو الأفكار والميول والرغبات وأيضا المشاعر، هي دي بمعنى القلب في الكتاب المقدس يعني. فسليمان الحكيم بيوصي ابنه أو يعني القارئ الكتاب المقدس، بيقول له لا تدع الرحمة والحق يتركانك. الرحمة والحق. على فكرة يا أحبانا، عاوز أعلمكم تدرسوا أسرار كلمة الله في الكتاب المقدس. يعني الكلمتين دول الرحمة والحق وراهم سر عقيدي، وراهم سر عقيدة، عقيدي في العقيدة، خاصة عقيدة العهد الجديد بتاعتنا، العقيدة الأرثوذكسية. عارفين الرحمة والحق اللي هما إيه؟ الصليب، الفداء، الخلاص، المسيح، خلاص المسيح، الرحمة والحق تلاقيا. مش هيبرروا؟ الرحمة والعدل والحق تلاقيا، آدي الصليب، البر والسلام تلاسما، الحق من الأرض أشرق، والبر والسلام من الأرض اطلع، اللي هو ميلاد المسيح. المسيح بخلاصه وفدائه. فهنا حتى سليمان الحكيم بيقول لك يعني في إشارة سرية، اقبل الفداء والصليب، الرحمة والحق، لا تدعهما يتركانك، تقلدهما على عنقك. طب احنا اهو، تقلدهما على عنقك، اهو ادي الرحمة والحق. علشان بس برضه نقعد نفكر ونقول أبائنا بيلبسوا صلبان ويمسكوا صلبان، إيه الصليب فوق المنارة فوق القبة، عندنا في البيوت لازم نحط أيقونة الصلبوت، هو حد ما يكونش حاطط أيقونة الصلبوت، يعني إحنا اتولدنا وصلنا لقينا الأيقونة يمكن الوحيدة بقى اللي كانت عندنا هي أيقونة الصلبوت قدامنا على الحيطة فوق. لأن دي إشارة برضه من معلمنا بولس الرسول، بيقول على أهل غلاطيا، بيقول لهم أنتوا بتضلوا ليه؟ أنتم ليه بتضلوا؟ خدتوا بالكم؟ أيها الغلاطيون الأعبياء، من رقاكم أن تزعنوا للباطل ويسوع المسيح وإياه مصلوبا أمام عيونكم؟ في البيوت يعني كان يرسموا الصليب في البيت، في البيت اللي هو الصلبون. فاحنا بنقول اذا كان الرحمة والحق دايما بيلتقوا في نقطة، مش كده؟ الصليب برضو العرضتين بتوعه في نقطة، اللي هو القلب، المركز، الوسط. يقول لك لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك. ومن الناحية يعني التفسير الرمزي أو التفسير الرمزي الروحي، الرحمة ما أكبر أن الإنسان يكون رحيما على كل الناس، على معارفه وأصدقائه وعلى بيته وأهل بيته. يعني لما نسمع أن الزوج ما هوش رحيم أبدا على الزوج، يضربها ويركمها
ويبصق فيها. يعني ايه ده؟ مفيش رحمه؟ الرحمه بالانسان اللي قدامك يعني. طيب اذا كنت زعلان ازعل بس ما تعملش كده، ما تضربش، ما تعتديش، ما تحتقرهاش، يعني كل الحاجات دي مفيش رحمه، مفيش رحمه. ولما بنيجي نحل مشكله زي كده بنقول للزوج انت ما عندكش شويه رحمه، خليك رحيم. طب الحق خليك عادل برضه، انت اللي غلطان وانت اللي وحش وبتدعي على زوجتك ان هي اللي غلطانه. طب شوف انت بتعمل ايه، مش هتبطل بقى انك انت تشرب الحاجات اللي انت بتشربها دي، يبقى مين اللي غلطان؟ خليك عادل في يعني حكمك على الامر، تبقى عادل. لو انت قلت لا يا جماعه انا اللي غلطان ولازم اتعالج، لا انا اللي غلطان ولسانه طويل، لا انا اللي غلطان وما كانش صح ان انا مد ايدي على مراتي. الرحمه والحق يقول لك تقلدهما على عنقك، عنقك يعني ايه؟ يعني عهد، ده عهد، علامة عهد. إن جبت وسمعت السيد المسيح لما قال المثل بتاع الدرهم المفقود، هو الدرهم المفقود ده من ضمن 10 دراهم بيتحطوا هنا في عقد، والست الزوجة لما تتجوز بتاخد العقد دهوت من الزوج كعهد بتحطه في رقبتها. طب تفتكروا بقى لما درهم يقع ويضيع الزوجة بترتبك، لأن ده العهد بينها وبين مين؟ جوزها. يرجع يلاقي ما فيش، بدل ما هم 10 مثلا يبقوا 9، فتجيب مسرجة ومعاها مقشة صغيرة وتقعد تكنس بالرعل عشان يعمل صوت وهو بيجري الدرهم من الأرض، وتكنس ما بين الحجر أو البلاط وبالمسرجة تنور، عمالة تدور على الدرهم المفقود لأن دي علامة عهد، لغاية لما تلاقيه. ولما تلاقيه تفرح جدا جدا جدا، عشان ده إثبات إيه؟ إخلاصها ووفائها للزوج. فهنا العهد ده بيتعلق على رقبتها، يعني علامة الإخلاص والعهد وهكذا. هنا مع سليمان الحكيم بيقول خلي الرحمة والحق لا يتركانك، تقلدهم على عنقك كعهد، يعني تقلدهم على عنقك، اكتبها على لوح قلبك. الآية الثانية رقم 28 يقول إيه؟ غضب الأثيم لا يمكن أن يبرر لأنه وقر غضبه، وقر غضبه بس يسقطه. غضب الأثيم لا يمكن أن يبرر لأن وقر غضبه يسقطه، يعني الغضب يسقط. يعني بمعنى إيه؟ يعني الإنسان الوحش حيبان ليه؟ لأنه كل شوية بيغضب فحيبان، يعني مش هيقدر يداري نفسه. بس كلمة الأثيم ديت خاصة بإنكار إيمان، من ألقاب الشيطان اسم الأثيم، القاسم بالست، القاسم. لكن الإنسان الخاطي في فرصة يعترف وفرصة يرجع ومش كده الخاطي، إنما مصطلح أو تعبير الاسم أو الأثيم ده، حتى معلمنا داود النبي في المزمور 50 بيقول وبالآثام حبل بي. مصر يا جماعة، حبايبي يا أحبائي، يعني هي المعرفة الزوجية بنت بعد إيه؟ بعد السقوط. المعرفة الزوجية بنت بعد السقوط. طبعا إحنا مش عاوزين نربط يعني المعرفة الزوجية بالاسم القدر، لا لا، المعرفة الزوجية دي مقدسة، وزي ما معلمنا بولس الرسول يقول المرأة مقدسة في الرجل والرجل مقدس في المرأة، وأيضا السيد المسيح نفسه قال لا يكون بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرق الإنسان. ففي قداسة وقدسية للزواج، ولكن بعد السقوط يقول لك وعرف آدم امرأته
ده قبل كلمة وعرف آدم امرأته وتعريا، يعني تعروا بعد السقوط، تعروا حتى إن آدم راح جاب ورق الشجر بتاع التين عشان يبرمي نفسه هو وامرأته. يعني حس إن في حاجة كبيرة حصل، في حاجة محرجة، في حاجة مكسفة، في حاجة يعني زي عار حصل لهم بعد السقوط. لكن احنا بنرجع ونقول الكلمة الجامدة قوي، غضب الأسيم لا يمكن أن يبرر، لعلها تحمل برضو إشارة سرية من أن الشيطان ملوش خلاص. يعني إيه؟ يعني غضبه لا يمكن أن يبرر، يعني خطاياه يعني بمعنى أصح، فإذا ليس لها خلاص، ليس لها إيه؟ خلاص. لكن هو ربنا تجسد وقرر يبدأ الإنسان من بعد عمل الاسم اللي هو مخالفته في القديم، لكن من محبة الله للإنسان بالذات مش للشيطان، قال أنا هتغاضى على آثام الإنسان وافديه وخلصه. هنا بقى قمة الحب للإنسان، قمة الحب للإنسان. طيب احنا ممكن نقول غضب الأسيم اللي هو لا يعرف علامة الخلاص أو لا يعرف طريق الفداء وما زال، يبقى في الاسم. طب يموت يبقى يعني هيتقبل ازاي؟ يقول لك غضب الأسيم لا يبرر، يعني مش هنديله عذر، أنت بلا عذر أيها الإنسان، يعني مفيش ليه عذر، مفيش ليه فداء، مفيش خلاص بعد موته. إنما إحنا اللي قبلنا العلامة وقبلنا الخلاص والفداء، نعترف بأي خطية الروح القدس يمسحها على طول، لأن إحنا مخلصين ومفديين ومتقدسين بالمعمودية ومستنيرين وأصبحنا هيكل الروح القدس، كل خطايانا ممكن تتغفر. خدت بالكوا ازاي؟ معلمنا سليمان حكيم في أمثال 27 يقول ايه؟ الحجر ثقيل والرمل ثقيل وغضب الجاهل أثقل منهما. يعني ده بقى برضه بيدخل في النطاق الايه؟ الغضب الأسيم، يعني غضب الأسيم لا يمكن أن يبرر، يعني أتقل حاجة في الكون من ناحية الوزن يعني الحجر والرملة، الجبال دي هتقولكم لما يبقى الجاهل ويغضب ده يبقى أتقل من الحجر والرملة. وسفر الجامعة يقول لا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ، ده آية حلوة دي. للأسف شديد هو داود الملك غضب وكان هيخطئ بجسده، شال السيوف وزملاته شايلهم السيوف وقال لهم يلا بينا على نبال، وأقسم هو داود أقسم أن لا يدع حائطا ببائل، يعني هيهد المباني ويهد بيوته داود، وأقسم في بس في لحظة غضب. بس مين اللي لحقت وجريت وهدته وفوقته؟ أبي جايل مرات نبال، وقالت له لا تكن معصرة لإسرائيل، أنت هتعصر الناس فيك ويقولوا عنك انك انت سفكت دم ابرياء وانت ملك اسرائيل وانت ربنا هيديك بيت اسرائيل، بيت الامه يعني هيملكك عليه، كان هو لسه هربان من قدام شاول. فعشان كده الايه تقول لا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ، لان الكلمه اللي هتطلع منك ممكن تجعلك انك انت ايه تخطئ.
يعني تصمم انك انت تعاقب الولد، تيجي ماسك العصاية وتيجي نازل عليه تضر ضرر بالغ، بدل ما تعاقبه بالكلام، لا بتعاقبه بإيه؟ بقوتك الجسدية، بأي حاجة. في ناس بيغضبوا فتلاقيهم يضروا أولادهم، يصنعوا معاهات ليهم ولا لزوجاتهم. ده غلط، غضب غلط خالص، الغضب وحش. ومعلمنا يعقوب الرسول يقول غضب الإنسان لا يصنع بر الله. كان في حكاية يعني الغضب ممكن، يعني الغضب باللسان وبالنرخزة الحاجات دي ممكن تخلي الواحد يخطئ بجسده. دي حصلت مع شاول الملك. شاول الملك كان عمل عزومة بالليل ودعا الحاشية بتاعته يقعدوا، وكان من المفترض ان داوود يبقى موجود، لان هو ما يعني كان يعتبر اللي هو انقذ بني اسرائيل من جليات الجبار، وهو كان مكرم عند الشعب، فكان من المفترض ان داوود يبقى قاعد في القعده دي. ما جاش، انه كان حاسس ان نوايا شاول مش كويسه ده. انما اللي حضر صديق داوود اللي هو ابن شاول يوناثان. فشاول تقريبا كان ناوي على نية وحشة فعلا لداوود، فسأل يوناثان ابنه قال له هو داوود فين؟ فيوناثان قال له داوود النهاردة في بيت لحم عند أهله كده، في هناك بيحتفل يعني. فراح شاول غضب واتغاظ من ابنه وشتمه بأمه، وراح قايم عليه جايب الرمح وعاوز يضرب ابنه يوناثان ويموته. تصور لولا الولد يوناثان جري منه، وراح لداود قال له في لازم تهرب من هنا خالص، ان شاول كان بيطلبك ابويا وممكن يلاقيك في اي مكان هيموتك، فلازم تهرب. وبناء على كده هرب فعلا. ولكن بنقول ايه؟ ان ممكن أخطاء الغضب واللسان ممكن تجعل الجسد ينفعل مع الكلام ويقوم يعمل حاجة يعني شيء مش كويس، مش من عاداتنا المسيحية ومش من عاداتنا، بحسب ما ربنا يسوع المسيح علمنا. أن ربنا يسوع المسيح علمنا إن إحنا يبقى في محبة من ضمن ثمار الروح القدس، طول أنا لطف، هكذا. مش من ضمن عادتنا ان احنا نبقى بالمنظر ده، ولكن احنا لازم نكون اكثر حرصا في حياتنا مع اولادنا ومع بيوتنا ومع جيراننا ومع اصحابنا في العمل. الغضب ليه حدود، ممكن تغضب انما وتعبر بالكلام، انما مش اكتر من كده، مش اكتر من كده. زي ما في واحد خادم اتغاظ من البنت الصغيرة ديت، بتتشاق رايحة جاية رايحة جاية، طب معلش هو طبيعة الولاد فرحانين بالكنيسة وفرحانين بأبونا وفرحانين، فيجي الأخ الهوا تروح شايل البنت من شعرها كده، ولا اقعدي ساكتة بقى، أنت بتعملي شقاوة ليه؟ اقعدي تشيلها من شعرها كده، بتتصرخ. يعني الغضب مش في محل، يعني مش مظبوط، وممكن يضر كتير ويعسر كتير. الآية اللي بعد كده رقم 29 يقول الطويل الأناة يصبر إلى حين ثم يعاوده السرور. يعني اللي بيطول باله يعني بيستريح في الآخر، اللي بيطول باله، ودي شيء مهم جدا، فضيلة طول الأناة ديت. وأيا كانت الضغوط اللي هي حوالينا، في البيت بره البيت، في العمل بره العمل، في الشارع، في المواصلات واحنا راكبين، الضغوط دي لا تدعنا ان احنا نخطئ برضه او نغضب الغضب اللي هو ممكن يضر. لازم الواحد يكون عنده طول أناة. ده جم البربر في البرية وراحوا مسكوا مين؟ قديس صموئيل المعترف، واخدوه
أولا ربطوه بالحبال بتاعتهم ولا بالسلاسل، هما بقى بيجوا راكبين الحصانة دي والجمال وشاكينه كده، يعتبر بمثابة العبد أو الأسير أو البربر في البرية. الصحراء الغربية كان فيه البربر عايشين ناحية واحة سيوة وواحة الخرجة تحت في الجنوب، يعني ناحية الوادي الجديد كان فيه بربر موجودين يعني. ثم بقى ناحية على في الشمال ناحية البحر المتوسط في ليبيا والجزائر وجنوبها والمغرب وكده، دي جماعات اسمها المازيك أو البربر يعني. فمسكوا صموئيل معترف وبربروا وراح حاطينه في إيه، في اسطبل للجمال. بعد ما حطوا اسطبل الريس بتاعهم جه أمر إن هو يسجد للشمس أول ما تشرق تاني يوم الصبح، فما رضاش أبدا لأن هو بيسجد للمسيح، فاعتاب عليه بالضرب. راح أخبره إن هو لازم يتجوز واحدة من العبيد أو الإماء بقى الساعة واحدة يعني، عشان قال له تخلف عشان تخلف عبيد زيهم يعني نستفيد بيهم بقى في البقى. فطبعا هو متبتل الراجل راح فمرضاش خالص، قعدوا بقى يعزفوا فيه كتير كتير، هو طويل الإيه؟ الأمان. وبعدين في الآخر بعد كل ده لما جابوا له العبدة ديت أو الست ديت كان عندها مرض اسمه جوزان، فصلى من أجلها شفيها. فالراجل عرف بكده وسمع كده مش مصدق، قال له طب ده مراتي كمان مريضة، فجابوا له مراته يعني مرات الرئيس يعني بتاع الجماعة بتوع البربر دول، فصلى لها شفيها. فراح فك قيوده وتأسف له وقعد سجد له وأنا متأسف وسامحني، وأطلق إيه صراحة، أطلق صراحة بعد أن تمجد الله فيه برضه. وبالتالي الآية تقول الطويل الأناة يصبر إلى حين ثم يعاودها السرور. والمسيح قال المرأة التي تلد تحزن، ولكن عندما تلد الطفل تفرح لأنها ولدت إنسانا جديدا في العالم. هو المسيح عاوز يقول لنا من المثل ده ايه؟ اصبروا، اصبروا في ألمكم، اصبروا في متاعكم، اصبروا على قلة العيش وضيق الحال، اصبروا ربنا هيفرجها بعد كده. التلاميذ اكتئبوا جدا حسب ما قال الإنجيل لما اتقبض على السيد المسيح في يوم الخميس بقى مساء ليلة الصلب، وكانوا قمة الاكتئاب والحزن لما المسيح مات على الصليب، وكانوا قاعدين في العربية مغلقة عليهم قافلينها وحزنانين جدا. لكن في تالت يوم من صلبه قام السيد المسيح بين الأموات ودخل والأبواب مغلقة وقال لهم سلام لكم. وكان لابد إن هم يصبروا يعني. هم التلاميذ عملوا إيه طيب لما اتقبض على السيد المسيح ولا اتصلب؟ يعني إيه اللي عملوه؟ ما عملوش حاجة. وفي نفس الوقت ما كانوش يقدروا يعملوا حاجة، هم فقراء صيادين ولالات الحيلة، يعني هنعمل إيه؟ مفيش غير إن إحنا نصبر. والمسيح قال لهم في اليوم الثالث أقوم، أهم منتظرين. وفعلا المسيح قام وقال لهم سلام لكم. الآية 30 يقول العاقل يكتم كلامه إلى حين وشفاه المؤمنين تثني على عقله. يعني ايه؟ العاقل ما بيتكلمش كتير، بيبقى ساكت كتير، خدتوا بالكم؟ وبيبقى ممدوح من الناس، يعني الناس تقول لك الراجل ده عاقل مش بيتكلم كتير، مش بتاع كلام كتير، خدتوا بالكم؟ لكن يفكر اكثر مما يتكلم، وعندما يتكلم يتكلم الكلام الموزون الحكيم. إنما مش كلام كتير، لأن كثرة الكلام لا تخلو من معصية زي ما الكتاب بيقول. وبعدين كمان القديس العظيم الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك يقول تكلمت كثيرا فندمت، أما عن السكوت فلن أندم قط. يعني قليل الكلام كثير حكمة.
إنما كثير الكلام ممكن يكون كلامه في كذب. كلامه إيه؟ في كذب. يقول لك العاقل يكتم كلامه إلى حين. حكاية كلمة إلى حين يعني يقول الكلمة المظبوطة في الوقت المناسب. تفاحة من ذهب في مصوغ، من فضة كلمة مقولة في محلها. كلمة محلها إما في الوقت المناسب، هتبقى إزاي؟ وإما في الكلمة المناسبة في الموضوع المناسب، كلمة مقولة في محلها. العاقل يكتب كلامه إلى حين، في الوقت المناسب نتكلم. خدت بالكم ازاي؟ اللي ما بيعرفش يمسك بقى نفسه في الموضوع ده الوقت المناسب ده الستات، يعني تلاقي المرأة يعني مثلا في موضوع واحنا هناخد إجراء بكرة مثلا، أو بكرة نبقى نقول للراجل كذا كذا يعني، أو المشكلة نبت فيها بكرة، لكن هي مستعجلة تروح تحكي كل الحكايات كلها، وإن شاء الله بكرة هنعمل كذا كذا. والموضوع طبعا بيتعرف ويتكشف قبل ما إيه ما يبت فيه. لكن من المهم أوي إن إحنا يعني نتكلم في الوقت المناسب، ندي قرارنا في الوقت المناسب. خدتوا بالكم؟ في الحين، في الوقت اللي يصلح. العاقل يكتم كلامه إلى حين. خدتوا بالكم؟ وتبص تلاقي إحنا بنقع في الخطأ ده مع أولادنا أحيانا. يعني مثلا الولد يقعد يلح علينا، عاوزين نسافر مصيف، عايزين نسافر مصيف. وبعدين الزوج والزوجة يتفقوا مع بعض مثلا إن هما مش هيسافروا مثلا بعد 3 أيام، لا هيأجلوها الأسبوع اللي جاي يوم كذا. فتيجي الأم بتتسرع وتقول كل الاتفاق ده هو للإيه؟ للأولاد. الولاد يزعلوا أكتر. طب إحنا كنا عايزين بكرة، أصل بعد أنا ورايا معرفش نادي، ولا ورايا رايح الكنيسة، ولا ورايا في مهرجان، والموضوع يبقى مشكلة، الموضوع يبقى مشكلة. الكلام ما بيتقالش في حين. يعني كتمان الأسرار ده مهم أوي في حياتنا، لازم تطلع في الوقت المناسب. إنما مش كل حاجة تطلع تتلخبط فيها الأمور وتختلط فيها الأوراق، ونبص نلاقي اللي قدامنا بدل ما كان هيوافق في حينه، لكن ده معترض دلوقتي. يقول لك اصل انا عرفت الموضوع، ده فلانه قالت لي، فلان قال، لان يعني الكلام ما طلعش في حينه. نبص نلاقي ان معلمنا بولس الرسول لما اتقبض عليه، خدتوا بالكم؟ فحصل شغب كتير وكلامه جدل كتير، على الأخص من العلماء الشيوخ اليهود اللي كانوا في المدينة ديت، لربما يكون في أفسس، وكمان الفلاسفة اليونان. لأن من ناحية هو بيتكلم عن قيامة الأموات، وفي جماعات يهودية لا تؤمن إن في قيامة أبدية، فعامل مشكلة يعني، في مشكلة. والجماعة الفلاسفة اليونان بيشوفوه بينادي بواحد يعبد كان مصلوب. طب إزاي؟ المهم اتعملت قعدة كبيرة حضرها الملك أغلباس نفسه، وكان عنده بالمصادفة ضيف ملك تاني اسمه فاستوس. قال له تعالى نقعد عشان نسمع بولس الشهير ده اللي عمل لنا جدل كبير في المدينة. ولكن بولس اتكلم بحكمة وبعقل، وابتدى من يحكي قصته. قال لهم انتوا عارفيني كويس، أنا كنت في أورشليم اتعلمت على أكبر العلماء من الكتبة والفريسيين، وأنا كنت بضطهد المسيحيين اللي أنا بقيت منهم، وكنت ببر الأولاد والأطفال والستات من بيوتها وأحطهم في السجن، وكنت شاهد على قتل استفانوس، وكنت واخد الرقوق أو الأوامر على دمشق علشان نقبض على المسيحيين هناك. انتوا عارفين يعني سيرتي وانا بقولها لكم اهي، ولكن حدث في الطريق وانا سائر ظهر لي السيد المسيح
وأبرق حولي نور عظيم، وقال لي: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترقص مناقص. فقلت: من أنت يا رب؟ فقال لي: أنا يسوع المسيح الذي أنت تضطهد. فقلت له: ماذا أفعل؟ فقال لي: اذهب إلى حنانيا في دمشق في زقاق الجديد، يقول لك ماذا تفعل. وقعد يحكي الحكاية دي قدام الملك غبريال وفستس وأيضا جمهور الحاضرين. وكانت الأسرار دي الخاصة لما طلعها في وقتها. وقعد يحكي بقى عن يسوع المسيح والنبوات، فرصة بقى، وهو كان مر بظرف اختباري، اختبر فيه ظهور المسيح وكلام معاه، وبالتالي كأنه بيعترف، يقول: أنا الموضوع ده مش من ذاتي، ده أنا المسيح نفسه ظهر لي وكلمني، ولأجل ذلك قبلت الإيمان. قال لهم: أنتوا عارفين كويس إن أنا كنت مهدد بالقتل في دمشق وأيضا في أورشليم، ولكن ربنا نجاني. ومن ضمن الكلام وجه كلامه للملك أغريباس، قال له: أتؤمن أيها الملك أغريباس بالأنبياء؟ قال له: لعلك تريد أن تقنعني أن أصير مسيحيا. وبالتالي لما اتكلم الكلام ده، كلامه كان مؤثر في الحاضرين، حتى أنهم بقى لما انصرفوا يقول لك: وانصرفوا وهم يكلمون بعضهم بعضا قائلين: إن هذا الإنسان لم يفعل شيئا يستحق الموت أو القيود. يعني نجي من التجمهر اللي كان ممكن يعني يموت فيه لا محالة، لكن اتكلم في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة وبعقل. يقول لك: العقل يكتم كلامه إلى حين، وشفاه المؤمنين تثني على عقل، يعني تمدح فيه. وده اللي حصل، حتى ان كل الحاضرين قدام بولس ومع الملكين دولت او الاثنين ملوك دولت قاموا قالوا: لا، الراجل ده ما يستحقش ان هو يموت، ده بيكلم كلام عقل وحقيقي وصادق، لا ده ما يستحقش. والحقيقه انا يعني شايف برضو ان نعمه يعني ادارت قضيه رعوس وارتباطها ببوعز بحكمه جديده. ولما رعوس رجعت وقالت لها: ده في واحد اهتم بيا وقال للغلمان ادوها اللي هم عاوزاه، دي بنت انت لما جيتي مع رعوس. هو طبعا بوعز عارف مين رعوس، عارف قصه حياتها، انما عارف قصه نعمه، انما رعوس ما يعرفهاش، دي مؤديه غريبه. ولكن قال لهم: اللي رعوس تاخده خدوه ادوه لها وحطوا لها كمان من الغله ومن الشعير والحاجات دي. فرجعت قالت لمين؟ لنعمه، ان في الرجل يعني اهتم بيها. انما هي قالت لها: يا بنتي، ده يعتبر الولي بتاعنا، عامه انت روحي وزي ما يقول لك اعملي. لكن ما قالت لهاش كل المفروض يتعمل. تاني يوم او تالت يوم قالت لها: بصي، انت تروحي وتلبسي كويس، لما يجي ينام بعد الغداء واستريح تيجي عند طرف رجليه كده وتنام. دي الطريقة اللي علشان عايزة تقول له انك انت الولي التام. يعني نعمة أدارت الموقف بحكمة، وكانت بتديها الأوامر خطوة خطوة، انه مش مرة واحدة كده. فعلا حصل كده من الرعوس، فهو قام الراجل بوعز قال لها: انت مين؟ قال لها: انا رعوس وانت الولي بتاعي. هو فهم بقى ان نعمة فاهمة، قال لها: بس ده في واحد قبلية اللي هو كان رهن الارض بتاع نعمة هي وجوزها قبل ما يرتحلوا الى مؤاب، لان كان في مجاعة، فرهنوا ارضهم علشان يلاقوا فلوس يسافروا ولا ياكلوا بيها ولا حاجة، فكان اخذ ارضهم. فقال لها بقى بوعز، قال لها: طب استريحي في الصباح انا هشوف الامر ده. وفعلا يعني اتصل بشيوخ المدينة وجمعوا نفسهم عند باب المدينة كالعادة، وجابوا الراجل الولي الأول. فبوعز سأله: قال: أنت تتجوز نعمة بحسب القوانين؟ قال: لا، ما أقدرش. طب الأرض؟ قال له: أرجعها تاني.
واصبح بقى بوعظ هو الولي له حق الزواج من ايه؟ من رعوسه ده حسن. حتى ان الناس امتدحوا يعني نعمة بعد كده وقالوا لها مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا، وان يسى الطفل الصغير اللي جه من بوعظ ورعوس يعني، وقالوا لها ان يسى خير لك من 7 بنين. الموضوع ده هو جاي من ايه؟ من حكمه وكلام في وقته وفي حينه، ومش مره واحده، ما كان بترتيبات يعني. خلصنا من خطوه تيجي الخطوه الثانيه، تيجي الخطوه الثالثه، حتى نصل الى الموقف السليم الذي مجد الله يعني، مش غلط يعني. لكن حكمة، يقول لك العاقل يكتب كلامه إلى حين، وشفاه المؤمنين تمدح عقله أو تثني على عقله، زي ما حصل كده. الآية الأخيرة بيقول إيه؟ 31 أو 32 كمان معاها، يقول في ذخائر الحكمة أمثال المعرفة، أما عند الخاطئ فعبادة الله ركس. عند الخاطئ عبادة الله ركس. في ذخائر الحكمة أمثال المعرفة. إذا خدناها من الناحية اللاهوتية، الحكمة هو المسيح، وفي كل المعرفة، يقول لك هو حكمة الله وقوة الله، يقول لك كمان المسخر فيه كل كنوز الحكمة، فكل المعرفة في المسيح. وإحنا بنتبع المسيح قد عرفنا المعرفة الحقيقية بالمسيح. أبانا الشهداء لما عرفوا المسيح تمسكوا به وتمسكوا بكتبه المقدسة، الكتاب المقدس، حتى إن لأنه هو مصدر المعرفة، حتى إنهم كانوا بيحطوه في شنطة جد ويعلقوه في رقبيهم ويحضروا بالكتاب المقدس المحاكمة بتاعتهم قدام الحاكم الروماني. والحاكم الروماني كان يقول لهم سلموا الكتب المقدسة لتحرق، فكان يرفضوا، كان يستشهدوا بيها وهي متعلقة في رقبيهم. ليه؟ لأن في ذخائر الحكمة أمثال المعرفة، معرفة كلها، لأن برضه في معرفة بتفرق عن معرفة تانية. ما هو في معارف تانية كتيرة كتيرة يعني لا تعد، لكن في منها باطل جدا 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 جدا، زي معرفة الشيطان وأعمال الشيطان، ومعرفش يقول لك السحر والدجل ما هي دي معرفة، بس معرفة باطلة وخطرة، ما نجيش ناحيتها ولا نقرب ناحيتها، لأن دي خاصة بالشيطان، معرفة الشيطان يعني، وأعمال الشيطان وكلام الشيطان وعقل الشيطان، الحاجات دي. لكن في المسيح حكمة تؤدي إلى الأبدية، إلى السماء، إلى الروحانية، إلى السمو، عن المادة وعن الأرض، مختلفة خالص. في ذخائر الحكمة أمثال المعرفة. طب في وقت ما إن في حركة الاستشهاد أبائنا يتقدموا بالمعرفة ويستشهدوا بيها من أجلها، إنما في ذات الوقت معرفة الرومان أو المعرفة عند الرومان بعبادة أوثان يعني تماثيل وآلهة، وحتى صورة الملك كانت بتعبد يعني عند الخطاة، دول تعتبر ركس، ركس عند الله يعني حاجة غلط، ربنا ما يحبهاش. إن كان الشعب الروماني بيعبد الأوثان بدل ما يعبد ربنا الحقيقي اللي هو صاحب الحكمة. الحقيقة الثلاث فتية القديسين وأيضا دانيال كانوا يعرفون الحكمة ومعرفة الحكمة وأمثال الحكمة، معرفة الله يعني. لكن نبوخذ نصر وأهل البلاد عن وقتها كانت الدولة البابلية أو الحكم البابلي، لأنهم كانوا برضو يعتبروا من المهجرين من أورشليم أو أولاد المهجرين من أورشليم، وقت ما نبوخذ نصر يعني هدم أورشليم وحرق الهيكل وأخذ كل الناس دي معاه، هتباركوا
أيام السبي، فيعتبر برضه السلاسل هيتشي أو دميان كانوا مصريين. مصريين راحوا فين؟ عند أماكن يعني بين شعب غريب، الشعب البابلي الذي يعبد الأوثان برضه وآلهة غريبة وحاجات زي كده. ولكن هما كانوا يعرفون الحكمة وتمسكوا بيها، حتى إن هما قبلوا إن هما يترموا في أتون النار، ودانيال قبل إن هو يترمي في جب الأسود، لكن في الحالتين ربنا نجاهم، ربنا نجاهم. خدتوا بالكم؟ يعني إذا قلنا، إذا كان بيقول لنا يشوع بن صراحة أنا في ذخائر الحكمة أمثال المعرفة، نلاقي إن معلمنا بطرس الرسول يقول: إلى من نذهب يا رب وكلام الحياة الأبدية هو عندك، لأنك أنت مصدر الحكمة ومصدر المعرفة. إلى من نذهب يا رب وكلام الحياة الأبدية هو عندك. على فكرة الكنيسة ديت هي المسيح برضه. الكنيسة هي المسيح. أولا إحنا عروس المسيح ككنيسة، خطبتكم عذراء عفيفة للمسيح ككنيسة، يعني زي ما معلمنا بولس الرسول بيقول. طيب العروس ديت فيها كل سمات العريس، يعني تدخل تلاقي كلمة ربنا خبز الحياة، تلاقي أولاد ربنا مقدسين، تلاقي الصلوات ولغة التسبيح اللي بنتكلم بها مع ربنا. فإذا كل من ينضم إلى الكنيسة أو يدخل الكنيسة كأنه جه للمسيح. بنسمع كلمة ربنا، بناكل جسد ودمه، بنمارس الأسرار، بنتولد من المعمودية، بنعيش الحياة الروحية مع الله. ولذلك بنقول أن الليتورجية أيضا تجعل المؤمنين في المعرفة. يعني لو حضرنا القداس بنصل إلى معرفة المسيح. مع القداس دي في ده في الرسائل كان بتتقري، الإنجيل بيتقري، أبونا حاضر بيبارك ببركة المسيح، يتحول خبز الخمر لجسد دم المسيح. يبقى إذا دلوقتي الكنيسة وعلى الأخص الليتورجية تعطينا أمثال المعرفة في ذخائر الحكمة، أمثال المعرفة. أما عند الخاطئ في عبادة الله ريكس، يعني الناس اللي هم لا يؤمنوا بالمسيح كمخلص، لا يؤمنوا بخبز الحياة، لا يؤمنوا بكلمة الله الحية والفعالة، لا يؤمنوا بطقوسنا، لا يؤمنوا بالكهنوت، لا يؤمنوا بالأسرار، يبقى عندهم نقص في المعرفة. يعني يقول لك أنا مسيح وبحب المسيح، بس لا أؤمن بالكهنوت، لا أؤمن بأن في تناول، يبقى برضه في نقص في المعرفة. إنما نشكر ربنا كنيستنا الأرثوذكسية فيها كامل المعرفة. في ذخائر الحكمة أمثال المعرفة. لما نيجي نحضر القداس يبقى إحنا بناخد معرفة، بنتعرف على كل حاجة. ده إحنا بنتعرف من القداس إن في حياة أبدية. لما إحنا بنطلب من أجل اللي رحلوا في الإيمان: اذكر يا رب أبانا وقت الذين رحلوا في الإيمان بركتهم المقدسة فلتكون معنا، آمين. المجد لك يا رب، يا رب ارحمنا، يا رب باركنا، امين. وكما كان هكذا يكون من جيل الى جيل، وان في ابديا. فتلاقي الكنيسه فيها المعرفه، راسها والمسيح يعطينا دايما المعرفه. ربنا يبارك حياتكم، ربنا كل مجد دائما ابديا، امين.